الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد اشترت طقم ذهب بمبلغ 10,000 ريال تقريبا قبل 4 سنوات، تقول ولم يعجبها هذا الطقم وتركته عندها ولم تلبس إلا مرات قليلة، وتقول إذا احتاجت لمال فسوف تبيعه، فهل عليه زكاة؟ الجواب نعم، في هذه الحالة يجب على هذه المرأة أن تخرج زكاة هذا الذهب، لأنه انقلب من كونه حليا مستعملا إلى كنز مدخر، فهي إنما تتخذ هذا الذهب لتحفظ به مالها ولا تقصد أن تلبسه، لا سيما وأنها ذكرت بأن شكله لم يعجبها ولم تلبسه إلا مرات قليلة، ثم انقلبت نيتها من كونه حليا ملبوسا إلى كونه كنزا من الكنوز التي تحفظ بها مالها، فعليها في هذه الحالة أن تزكي هذا الذهب كلما حال عليه الحول، لأن المتقرر عند العلماء أن النقدين لا زكاة فيهما إلا إذا بلغا نصابا وحال عليهما الحول، إذ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والله أعلم.